تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله رعاه، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي لدفاع بايدك 2019. يرأس اللجنة المنظمة العليا لهذا الحدث الكبير سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ينطلق معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بمشاركة دولية واسعة من 60 دولة حول العالم، ويعد معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع منصة حاوية تدعم الجهود المبذولة لتنمية قطاع الصناعات الدفاعية، كما أنه منصة لمناقشة العديد من المواضيع الساخنة خلال مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية، حيث سيقدم فرصة للتشارك بالأفكار ووجهات النظر. ويعتبر بايدك 2019 بمثابة قصة نجاح وشهادة دولية جديدة على تميز مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى بنهجها الدبلوماسي الحكيم وأجوائها التنظيمية المثالية واستراتيجياتها الدفاعية الداعية إلى تفعيل التحالفات الدولية في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.